عسى الله يحفظه. شكرا شكرا. اذكر والله عسى الله يحفظه يا رب. شكرا يا ناصر، يعطيك العافيه. شكرا، تستاهل كل خير. يلا شباب استعنا بالله، المجموعات توزعوا هنا، خط النار المجموعه اللي هنا، الاعصار وهنا الموج. لا خلاص توزعوا توزعوا قليلا. تعالوا كذا، تعال كذا، ايوه طيب. اليوم يا جماعه الخير، لا لا خلوكم خلوكم، الامر طيب. لا لا الامر طيب، الامر طيب. اليوم اليوم يوم الحصاد، واليوم هو يوم الوداع. احمد خلوكم معنا، لا هند ما تبغى حركه زياده، حركات زياد. لا يا حبيبي انا اتعلم من زياد، هو كبير الذي علمنا التقديم ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب المجموعات طيب المجموعة الأولى طبعا حصلت على 56,800 نقطة، أما المجموعة الثانية حصلت على 41,450 نقطة. المجموعة الثالثة وهي المجموعة الأخيرة حصلوا على 37,650 نقطة، وتلاحظون في تفاوت كبير جدا ما بين النقاط، والرصيد الخفي طبعا لازم ياخذ دوره. فيا ترى من المجموعة صاحبة الحظ السعيد واللي حصلت على نجومية عابر وحصلوا على المركز الأول؟ أنا ما راح أعلن وأقول من هو الأول، أبعلن وأقول من هو الثالث. الإعصار ولا الموج ولا خط النار؟ مجموعة من المجموعات أخذوا المركز الثالث. الإعصار ولا خط النار ولا الموج؟ في واحد منهم أكيد أخذ المركز الأول. كنترول فاضين صح؟ ما عندكم شيء؟ حلو نطول يعني. السحور؟ لا انا جاني الاذن من زياد الشهري يقول ابدا نطول. بعد منك يا ابو صالح، عندك شيء يا ابو صالح؟ لا لا تفضل. فاضي ما عندنا ولا حاجه. القولون العصبي ما عليه، لك دواء عندنا ما عليك يا فهد. ورانا رهباب ناصر، انا موعد الحلاق الساعه 1، ما يخالف الحلاق نوفر لك. المخرج اذا خلص البرنامج فاضي ينزل لك موس وينزل لك، ما يعرف بس يتدرب. المركز الأول، المركز الأول والله أعتذر من المخرج القدير محمد أباضة، أنا آسف يا حبيبي. أوكي لا ما تنقل، أصبر خليك معي. طيب المركز الثالث، خط النار. لا خط النار، لا والله. أوه. 37,000 نقطة حصل، 37,000 نقطة أخذتها المجموعة الثالثة، وهي مجموعة بزوطت شوي في البرنامج، شادين حيلهم ولكن ما حالفهم الحظ. عشان بزوط الإعصار ولا خط النار ولا الموج؟ طيب المجموعة الثالثة هي بكل أسف نقول ما حالفكم الحظ، هي مجموعة هارد لك إلى المجموعة الثالثة اللي حصلوا على 37,650، هي مجموعة الموج. أقسم بالله مبدعين، ورب الكعبة. أبو حسن، أبو حسن تبدع. مبروك أنت الأول، أنت الأول في قلبي. أجر الحين بعد ما عرفتوا. مبروك الثالث. يلا يا شباب. مبروك مبروك الثالث.
انا سلف سلف هذه عدين اجرنا اجرنا واجرك اجرنا واجرك حبيبي. شباب تستريحون؟ إيه سم. يعطيكم العافية يا عادل. حبيبي أجرنا وأجرك حبيبي. وسعيد شكرا لك. العوض خير أبو سعيد. ومصلط. يلا توزعوا يا شباب. ودنا كذا. باقي عندنا مجموعتين. مجموعة الإعصار ومجموعة خط النار. أنتم كان معكم الراء الخامس فهد. عسى الله يحفظه. تمنينا أنه موجود معنا الليلة. عشان يشاركنا في ختام البرنامج لكن عسى الله يجمع له ما بين الأجر والعافية. إذا أعلنت المركز الأول بيصير واضح لكم من هو المركز الثاني مباشرة. عشان كذا أعلن المركز الأول، والمركز الأول حصل على 56,000 نقطة. رقم كبير جدا 56,000 المركز الأول. والمركز الثاني 41,000. قلت قبل شوي 86. لا لا 56,000. 56. أيوة وبالضبط 800. 56,800 والمركز الثاني 41,000. والمركز الثاني قلت 400. لا أنا كذا بس أأشر أنا بس. والله علمك يعني. والله العظيم تسمحني بكلمة أنا أصلاً. والله إنها من صمصوم قلبي وأشهد علي الله أقسم بالله العظيم إن كلنا الأول في برنامج عابر. سواء حين فزنا ولا من فاز. ترى شهر شهر جمعنا يعني شهر خير وكان همنا وقف والأمور طيبة. المركز الأول. حصلت عليه مجموعة والجائزة. وقبل لا أعلن قول المركز الثاني. أقول شكرا لكم يا جمهور اللي واكبتونا طول الفترة الماضية، لأن ما بعد إعلان المركز الأول كلام ويكون بعدها انتهى البرنامج، ونلتقي بإذن الله في برنامج سكريبت في البرنامج القادم. المركز الأول مجموعة الإعصار ولا خط النار؟ طيب نعلن المركز الثاني؟ طيب المركز الثاني الإعصار ولا الموج؟ لا الموج خلصوا خط النار. في العصر نبي نجيبه بالله. يلا يا ناصر خلص التمرين. يا ناصر خلص التمرين. يا ناصر انت ما خلصت. المركز الاول من المجموعات بشر بنقاط 56,800. نقول الف مبروك. جيب الله مطر لمجموعه. بسم الله ما شاء الله. قول ادعي ابو صالح. جيب الله مطر. بنايف حنقت انت. خط النار الف مبروك. جينا نرسم الابتسامة نضحك بوجه الزمان. الله يعزك الله يعزك الله يبيض وجهك. تعبناكم معنا. نار 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 نخطر النعناع. نار نار نخطر النعناع. نار نار نخطر النعناع. نضحك بوجه الزمان. يلا تحت
الله يعافيك يا قلبي. عبروا لاني بابر لا ترتبت مصاب والشوق جنا والفرح عم المكان جنا نرسم الابتسامة نضحك في وجه الزمان وانا الزمان الولا والشوق جنا والفرح عم المكان جنا نرسم الابتسامة نضحك في وجه الزمان بين شروب الصوب مزحم بالتزان عبروا لاني بعابر الأثر ثبت مصاب الحمد التزام عبروا لاني ضابر لا ترتبت مصاب الولا والشوق جنا والفرح عم المكان جنا نرسم الابتسامة نضحك في وجه الزمان وانا عبر